لم يؤسس أحد من الخلق، إنما المراد بالحاكمية أن نحكم دين الله جل وعلا في كل شيء. قال تعالى: إن الحب إلا لله. فالإسلام أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فنحن مأمورون بأن نحكم دين الله في حياتنا كلها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر الحديث. لكن الحاكمية تتجه الناس فيها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة الخوارج ومن تابعهم على فكرهم ومعتقدهم، وهؤلاء يكفرون الحكام والمحكومين، يكفرون الحكام لردتهم. نعم، نعم. ويكفرون المحكومين. ما ذنب المحكومين؟ قالوا: لأنهم لم يخرجوا على هؤلاء الحكام باليد والسلاح. فالخوارج مفرطون في التكفير في مسألة الحاكمين، ويستدلون على ذلك ببعض آيات القرآن كآيات سورة المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ما هي الطائفة الممتنعة؟ نعم،